10 أطعمة سامة بنحب ناكلها بشكل يومي وموجودة في التلاجة بتاعت حضرتك، وممكن تكون أول مرة تسمع عنها. عاملين 10 مقاطع كل مقطع في دقيقة توعية للأكلات اللي ممكن تضر جسم الإنسان. الأكلة رقم 2 يا جماعة معانا النهاردة وهي اللوز. طبعا اللوز من الأكلات اللي الكبير فينا والصغير بيحب اللوز جدا جدا، ولكن زي ما حضراتكم عارفين بيبقى فيه اللوز بيبقى فيه منه نوعين، النوع الحلو والنوع المر. اللوز الحلو كلنا بنستمتع بيه سواء في التسالي او في الاكل او في اي حاجة، اما بالنسبة للوز المر فده ليه خطورة كبيرة جدا، لانه باختصار يا جماعة بيحتوي على مادة اسمها الاميجدالين. المادة دي يا جماعة لما بتتفاعل مع العصارة الهضمية بتنتج مادة اسمها هيدروجين ساينايد. 100 ملي من المادة دي كافية انها تقضي على اي بني ادم. اللوزة الواحدة بتنتج كام ساينايد؟ بتنتج 6 ملي جرام، يعني لو حضرتك كلت من 16 ل 20 حبة ممكن تقضي على اي انسان. لذلك هتلاقي اللوز المر مجرم في جميع الاسواق، واللي بيتباع في السوق بتلاقيه متعالج بطريقة معينة علشان يقضي على السموم الموجودة فيه. هل حضرتك جربت اي نوع من الاكلات دي وحصل معاك اي حاجة؟ نستكمل لحضراتكم 10 مقاطع كل مقطع في دقيقة واحدة بس، هنتكلم فيه عن اخطر الاكلات لجسم الانسان. علشان يجي لكم مقاطع ياريت متابعة للصفحة، وياريت لايك للفيديو، وياريت شير للفيديو لأهلك ولأصحابك اللي بتخاف عليه. شكرا يا صاحبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.